كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن الشعار الرسمي لإكسبو 2020 بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وذلك في احتفالية ضخمة أقيمت اليوم الأحد في الساحة المقابلة لبرج خليفة أعلى بناء في العالم، شهدها الآلاف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها وزوار الدولة من مختلف أنحاء العالم. وقد تم استحياء أو تصميم الشعار الجديد من مشغولات مصنع أثري للذهب اكتشفه سموه في العام 2002 في منطقة المرموم، وأطلق عليه اسم ساروق الحديد. والشعار عبارة عن تجميع لأنماط من نقوش ومشغولات ذهبية أبدعتها حضارة إماراتية قبل 4000 عام، ونسجت خيوط تواصلها مع حضارة دلمون والفراعنة والرافدين إلى حضارة ما وراء النهرين والسند والهند. وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا شعارا إماراتيا لإكسبو عمره 4000 عام، لدينا عمق تاريخي إماراتي من بينونة بأبو ظبي إلى ساروق الحديد بدبي إلى وادي المليحة بالشارقة وانتهاء بجبال رأس الخيمة والفجيرة، عمق تاريخي عمره أكثر من 4000 عام، كنا حلقة وصل مع حضارات قديمة وسنبقى نقطة التقاء وتواصل حضاري عبر إكسبو وبعد إكسبو بإذن الله. وأضاف سموه: شعار إكسبو الجديد هو رسالة لشعبنا بأننا أهل حضارة ضاربة في التاريخ، ورسالة للعالم بأننا كنا وسنبقى أهل تواصل ومحطة لالتقاء الحضارات وعاصمة للإبداع. وكان هنا في منطقتنا أيادي مبدعة رسمت وصنعت الذهب قبل 4000 عام، واليوم معنا أيادي مباركة تبني مستقبل الإمارات لمئات السنين القادمة. وقال سموه: دبي مدينة للذهب، كانت وستبقى أثمن من الذهب عقول وأفكار وسواعد أبنائنا وبناتنا. وخلال الاحتفالية الضخمة التي أقيمت بمناسبة الكشف عن الشعار، كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المرشحين النهائيين الثلاثة في مسابقة تصميم الشعار الجديد التي أطلقت في إبريل الماضي وحظيت باهتمام واسع بنحو 19,000 مشاركة لتكون بذلك إحدى أضخم المسابقات من نوعها في العالم. وألقت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي كلمة قالت فيها: يعكس هذا الشعار قناعة راسخة لدى إكسبو 2020 دبي بأن ما نسعى إليه من أجل عالم أفضل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تضافر جهود البشر وتبادل الأفكار بأساليب خلاقة. حضر فعالية الاحتفالية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد في وقت سابق شعار إكسبو 2020 خلال اجتماع ترأسه سموه وحضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة لإكسبو، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديواني صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة، ومعالي محمد أحمد المر وسعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي عضو اللجنة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه بزيارة موقع ساروق الحديد الأثري والذي كان سموه قد اكتشفه في ربيع العام 2002، حيث تفقد سموه الموقع واستمح إلى شرح حول عمليات التنقيب التي جرت منذ ذلك التاريخ وما أسفرت عنه من اكتشافات مهمة ساهمت في تكوين الصورة عن مرحلة ضاربة في القدم من تاريخ المنطقة ودولة الإمارات. ويعتبر الموقع أحد المراكز الرئيسية لصهر المعادن خلال العصر الحديدي، وضم الموقع مجموعة كبيرة من المشغولات الذهبية والحلي البرونزية والخرز والأختام، إذ يعتقد أنه كان أحد مواقع تصنيع الذهب والمعادن. وكشفت التنقيبات عن آلاف القطع الأثرية التي تتضمن عددا من القطع النادرة التي لا مثيل لها في دولة الإمارات، ومنها الأواني البرونزية والفخارية والحجرية والأسلحة كالسيوف والخناجر والفؤوس والسهام البرونزية والحديدية.
وقد تم استلهام تصميم الشعر الجديد لإكسبو 2020 من قطعة أثرية فريدة من نوعها وذات قيمة خاصة، كانت من بين المقتنيات التي عثر عليها في موقع ساروق الحديد، وهي عبارة عن حلقة ذهبية تمتد جذورها في أعماق التاريخ ولها دلالاتها المميزة، ويتضح أنها كانت متصلة بسلسلة أو قلادة أكبر. ومنذ انطلاق أعمال التنقيب في موقع ساروق الحديد، تم الكشف عن مجموعة من المنقبات والقطع الأثرية الاستثنائية التي يعود تاريخها إلى فترات زمنية بعيدة تمتد من العصر الحجري، ما يرمز إلى المكانة التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ودبي خصوصاً كمركز مرموق يربط بين حضارات وأزمنة مختلفة. ويؤكد الموقع أن دبي التي تعد ملتقى الحضارات في القرن 21 كانت لها أيضاً مكانة مماثلة في المنطقة منذ آلاف السنين، وهي الحقيقة التي يلخصها إكسبو 2020 دبي عبر موضوعه الرئيسي تواصل العقول وصنع المستقبل والإرث المهم الذي من المنتظر أن يتركه وراءه.